عقدت لجنة القيادة المركزية حول برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة لرباط وسلا وفاس ومكناس ومراكش والصويرة وتطوان والدار البيضاء بالرباط اجتماعا خصيصا للاطلاع على تقدم أشغال هذا البرنامج، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والكتاب العامين والولاة والعمال. وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت قال في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخلال زيارة جلالته لمدينة فاس أعطى تعليماته السامية بأن ترميم المباني التاريخية بالمدن العتيقة يتعين أن يكون وفقا لشروط معينة لا سيما الطابع المعماري. بأن الترميم المباني التاريخية داخل المدن خص الدار وفقا لشروط معينة، منها الخصوص الطابع المعماري واستعمال المواد الخاصة كل مدينة على حدة، باش التصميم ديال هاد المعالم يكون كيف كان في السابق، ما يتمش تحريف ديال هاد المباني والخروج عن النسق العام ديال المدن ديالنا. هاد الشيء معجا من أجل توضيح هاد الرؤية وباش جميع المدن اللي فيهم الأشغال اليوم خصها تدار على هاد الطريقة. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق أكد أن هذا الاجتماع يروم الوقوف على مسألة أساسية تتعلق بالترميم الجاري بالمدن العتيقة، وأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرعى منذ سنوات إعادة هذه المدن إلى رونقها. وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري أكد من جانبه أن هذا البرنامج يتضمن جوانب اجتماعية تهم تحسين ظروف عيش الساكنة وبعدا اقتصاديا من شأنه تقوية جاذبية المدن من الناحية السياحية والتجارية. وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة تم التنسيق بين القطاعات الحكومية حتى تكون هناك مقاربة شمولية تستحضر دائما أصالة هذه المدن كالأساليب والأدوات المرتبطة بالبناء وكل ما يتعلق بالهندسة المعمارية الأصيلة.